مرحبا بكم. النهاردة هتكلم على التقسيم الثالث اللي هو الصالونات. الصالونات طبعا عالم كبير برضو. الصالون هنتكلم مثلا على الصالون اللي هو الرويال، وفي صالون الكوربي، وفي الصالون اللي هو الرسمي، وفي صالونات الكوانات. الصالون الرويال ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كنبة بتكون نظام رويال مقاساتها كبيرة، ومعاها 2 برجير و2 فوتيه. طبعا القماش والكابيتونيه والتشكيلات بتاعتها ده حسب الرغبة. القسم الثاني وهو الكوربي بيكون نفس نوع الكنب بس واخد الشكل الكوربي، وبيكون معاه كنبة كبيرة و4 فوتيه، او ممكن يكون معاه كنبة كبيرة وكنبة لافست اللي هي 2 مقعد و2 فوتيه. طبعا كل ده حسب التشكيلات. الصالون الرسمي اللي هو الصالون اللي مكون من كنبة و4 فوتيه، ده طبعا بيتعمل منه ليبيسون او الجوبلان او الاشياء اللي طبعا اللي انت عايز تحطها، طابلوهات عليه، الرسومات، زي ما انت عايز بتشتغل فيه. نظام الصالونات الكوانات ده عبارة عن ايه؟ في ناس بتحب تاخد كنبة واثنين وكنبة واثنين، وبيعملوا ايه؟ كونتراست مع بعض، وبيبتدوا ان هم يفرشوا بيهم. عايز تعرف اكتر؟ زورونا على الاطروش.com.